طيب السؤال الأخير وجزاك الله خيرا. لو أنا هبيع بيتي ب100,000 جنيه الجاري، بس أنا محتاج فيه 150، بس هبيعه لحد هو فظ وغليظ وبتاع مشاكل وكده، في اسم عليا أنا؟ ب150 يعني؟ آه لا ما فيش مشكلة. وجارك عايز ياخده ب100؟ هو البيت يعني الناس كلها قالت إن هو ب100، بس أنا هتفق مع حد تاني بتاع مشاكل واقول له تعالى اعتبر انك انت هتيجي تشتريه، وتقول للناس انك انت هتشتريه وكده، هو مش هيشتري، بس هتفق معاه ان هو هيجي يشتري البيت، وعلى اساس الناس تعرف ان هو هيجي، فالناس تيجي تعلي السعر بعد كده. هذا حرام، اسمه نكش في البيوع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ما استفسرنا يا جوز يعني. لا يجوز طبعا، حرام، غش وتدليس وتد... طيب.